فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن، يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم. نعم، هذه من سورة المائدة مع الآيات السابقة. قال سبحانه: إنما وليكم الله، لما نهى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى بيّن من يوالون، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالمؤمنون يتولون الله بالمحبة والعبادة والطاعة ومحبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، ويتولون الرسول بالمحبة والطاعة والاتباع والاقتداء، ويتولون المؤمنين بالمحبة والمناصرة والمعاضدة والتعاون. هؤلاء هم الذين يتولى بعضهم بعضا، وحتى كما ذكرنا حتى في الجنائز فالمؤمنون يتولون جنازة المؤمن. وما أحسن ما شرع الإسلام في حق الميت المسلم، كما ذكر ابن القيم أنه شرع في حق المؤمن الميت أحسن ما الشرائع، في أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، يجتمع المسلمون ويصلون عليه ويدعون له ويترحمون عليه، ثم يدفنونه مع إخوانه أموات المسلمين، ثم يزورونه بعد ذلك، ما تنقطع موالاتهم له، بل يزورونه في قبره ويدعون له، أو يدعون له حتى وإن كانوا بعيدين عن قبره. فالحاصل أن ولاية المؤمنين للمؤمنين مرتبطة لا تنفك أبدا في الدنيا والآخرة. وهذا من كمال هذا الدين الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين الذين آمنوا من هم: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ذكر ركنين من أركان الإسلام، لأنهما أهم أركان الإسلام العملية، والصلاة عمل بدني والزكاة عمل مالي. فهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني يكثرون من الركوع، عبر عن الصلاة بالركوع، لأن الركوع هو أعظم أركانها، أعظم أركان الصلاة هو الركوع والسجود. نعم. فعبر عن الصلاة بالركوع وهم راكعون. ثم بين سبحانه وتعالى جزاء من يتولى الله ورسوله، فقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سماهم حزبه، كما قال في آخر سورة المجادلة: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالناس على حزبين، إما حزب الله وإما حزب الشيطان، ولهذا قال قبل هذا: أولئك حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فحزب الشيطان هم الكفار والمنافقون، وحزب الله هم المؤمنون الذين يطيعون الله ورسوله. فالإنسان لا يعدو، إما أن يكون من حزب الله وإما أن يكون من حزب الشيطان. فلينظر الإنسان لنفسه مع أي الحزبين.